هدف تحيل هدف ولا مو بهدف على فكره. هاي يعني كان ممكن يكون اول اهداف منزوكيتش لكن ماريو منزوكيتش لكن ما جاء. جمال اوفسايد واضح واضح، حد يقول مش اوفسايد منكم؟ احنا متعجبين ليش تاخروا في القرار. واضح واضح اوكي. اذا بالاجماع عندي انه تسلل صح يا سالم المري؟ اوفسايد اوفسايد. نروح الى هدف نادي قطر خلاص اللي بعده. هدف نادي قطر الاختلاف الان يقول لك يا اخي مدافع نادي تحيل هو اللي مغلط، شلون تحسب عليه تحسب التسلل؟ حلو جمال مبارك جول قطر جول ولا مش جول؟ هدف 100% هدف 100%. احمد الحدان صحيح هدف صحيح هدف صحيح. سالم المري والله انا بشوف العاده بس لا تكبرون. نعم بشوف العاده. عندك العاده خذ راحتك تفضل بجيك عقب شوي. احمد الرواس هدف 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 صحيح. عبد الله جاسم عطونا جوم على الرجل في الالتحام هني بيبين طالع التلفزيون إيه؟ اسمحت بجيك. خادم الناعي هدف صحيح هدف صحيح. عبد العزيز العنبري هدف صحيح هدف صحيح. ناصر الهتمي هدف هدف. عبد الله الشيباني والله خالد انا مو باينت لي عدله يعني لازم نشوف وشو بزوم يعني كاحن زوم شاب. حاضر حاضر ما يدخل تعتمد على من رجع الكره مدافع غطاء مش واضحه مش واضحه مش واضحه الحين بيجيب زوم. انا اللقطه هذه تبين ان لاعب قطر رجعها الحين اللقطه هذه بالذات هاي اللقطه تبين نحسب نشوف ايه عندك لقطة واضحة شباب اللقطة هذه الحين الأخيرة تبين لاعب قطر هو اللي وصلها حق زميله. فإذا لعبها رشيدوف جاي متسلل شوف قدمه جاي متسلل حاطين لك خط أحمر فتسلل بس الكورة من اللي رجعها بالتحليل حطها بس بعد إذنكم دقيقة احنا نشوف بس رجاء لا أحد يقاطع رشيدوف واضح أنه هو في موقف تسلل صحيح ولكن إيش اللي يكسر التسلل في حالة واحدة إذا الكورة لو سمحت خالد لو سمحت إذا الكرة جاية من لاعب نادي قطر فهو تسلل شوف إذا الكرة جات من لاعب من رجل لاعب تحيل فمش تسلل هدف. الآن حديثنا عن الكرة هاللقطة لو سمحت سعود الكرة الآن طالعة من رجل من لاعب قطر ولا تحيل يا مايد تحيل تحيل ما يحتاج لو سمحت يا ناصر آسف مايد عبد الله الشيباني والله في الصورة هاي تبين من لاعب نادي تحيل تحيل ناصر الهتمي تحيل تحيل عبد العزيز العنبري تحيل تحيل كرة طالعة من خالد مناعي من لاعب تحيل لاعب تحيل عبد الله جاسم رجل لاعب تحيل هي من وجهت الكرة شكرا لك أحمد الرواس تحيل 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 سالم المري نقول كلمة الحق تحيل تحيل يعني هدف صحيح أحمد الحدان يعني عشان سالم المري قال كلمة حق لا 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 خلاص اعتمد على رأيك شكرا لك أحمد الحدان لاعب تحيل خالد لاعب تحيل جمال مبارك لاعب تحيل لاعب تحيل مايد أنا مع الفار مع الفار إنه من لاعب لو سمحت صحيح لو سمحت هو ما حسب الفار ما أنت تقول مع الفار يعني الفار إنه لغى الجول إيه يعني ملغي 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 الفار قال تسلل ابو محمد اي تسلل يعني ايش فيكم اي الفار صح على الكره ابو محمد تكلم على الكره مع الفار الجول بس ابو محمد الجول يعني صراحه واضحه اللي مرجع الكره لاعب لا لاعب تحيل واضحه يعني في كذا تصوير طلع وخاصه طيب. انا شفت انا خلني في نوعين من الترجيع مايد خليفي ترجيع عمدا وفي مش عمدا مايد هو بس